الو، ايوه يا دكتور. طب والنبي ما تاخرش بسرعه عشان مش عارف هو في ايه. ماشي يا دكتور، ماشي، مع السلامه. خير يا دكتور، هو في ايه؟ ان شاء الله ضغط وقت وقت شويه. بس ايه موضوع حمزه اللي هو بيتكلم عليه؟ صاحبه اللي مات من اسبوعين والحاجات اللي كانت بتحصل له كنت قلت لك عليه. الموضوع اللي انت كنت حكيت لي عليه؟ هو ده خير خير. شويه تغيرات بس. دي حاله نفسيه نادره بتحصل مره في اليوم. دي بتحصل لما يكون اشخاص قريبين من بعض قوي وواحد فيهم يحصل له حاجه. دي بتبقى يعني حاجة بتفضل معاه للآخر، آخر يوم في عمره، بتفضل حاجة فاكرها جدا ومتذكرها، زي حالة حسام وحمزة. حمزة توفاه الله وحسام لسه متأثر بيه ويعني فاكره مش قادر ينساه. أنا ليا واحد دكتور صاحبي دكتور نفساني ممكن يفيدك أكتر في الموضوع ده. أنا أديك العنوان ورقمه وتتواصل معاه في التليفون بس طبعا دكتور. عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي